السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم خالد سمو من قناه سمو برو. هذه الفيديو وهذه الحلقه سوف تكون حول هذا الزوج، يعني الزوج الدولار والين الياباني، والذي حققنا منه يعني نتائج كبيره جدا. صراحه انا شخصيا يعني استفدت من هذا الزوج كثيرا. سنشاهد يعني فقط الاحصائيات، يعني منذ ان نشرت لكم الفيديو اي بعد تقريبا يعني 4 ايام، لاحظنا على انني قمنا بالدخول في الزوج يعني من هذا المستوى، يعني وسبق وان شرحت هذا في الفيديو. لو ذهبت الى قناتي يعني الفيديو السابق ستجد على انني ذكرت لكم ان هذا الزوج سوف يقوم بعمليه النزول حاد يعني هذا الايام القادمه، وسوف يستمر النزول الى يوم 15 من هذا الشهر. اوكي، هي المعلومة فقط، يعني حتى الآن يعني لا ننصح شراء يعني هذا الزوج، لا ننصح أو لا ننصح بيع أو حتى شرائه، لا ننصح الدخول إليه. يعني المكان الذي قمنا بالدخول إليه يعني كان من هذا المستوى، والحمد لله يعني هناك من حقق نتائج، بحيث أننا فقط وضعنا يعني التيك أوفيس، يعني وضعناه يعني في 108 400. أوكي، سنقوم برسم هذا المستوى. اوكي، 108 400. اوكي، تقريبا هنا يعني هذه كلها هذا هو المستوى الذي قمنا بالعمل فيه، يعني التيك بروفيت او الهدف الذي قمنا برسمه. اوكي، سنقوم بحسب يعني كم نقطة استفدنا من خلالها، يعني تقريبا 1000 نقطة، يعني 1000 نقطة في ظرف يعني 4 ايام فقط من زوج واحد تحصلنا عليها يعني من خلال هذا الزوج، يعني الزوج USD JPY. سنشاهد يعني هنا قمت بالدخول رغم ان الفوليوم او اللوت يعني كان كبير، لكن على العموم كانت هناك يعني تأكدت يعني على ان هذا الزوج سوف يقوم بالنزول. اوكي، سنقوم باختيار يعني سنقوم هذه السحوبات التي قمت بها يعني في اليومين السابقين. على العموم يعني سنشوف هنا يعني هذا بالنسبه لي CHF، يعني سأقوم فقط بالنزول. يعني نحن نتحدث هنا عن حساب ريال كما تشاهد معي هنا، يعني حساب حقيقي. اوكي، سنقوم بالنزول الى الاسفل الى البحث يعني عن اوكي او USD JPY. اوكي، هذا هو USD JPY. اوكي، لو شاهدت معي هنا يعني تحصلت على 18 دولار زائد 2 دولار ناقص يعني 56 دولار، يعني قمت بخسارتها. على العموم يعني قمت بكسب يعني او قمت بخسارة ناقص 5 يعني بالنسبة لهذا المكان او لهذا الصفقة. صراحة كان هناك يعني بالنسبة لقفل هذه الصفقة يعني لم تكن يدوية، كانت اوتوماتيكية وكانت بالغلط فقط. يعني كنت اريد ان اقوم بقفل يعني صفقة الاورو جي بي ايكاد، لكنني قمت بقفل USD JPY. كانت هناك يعني سرعة في العمل، هذا لم يكن التركيز جيد، يعني قمت بخسارة يعني 56 دولار. على العموم يعني لكن هنا عوضت ب 118 دولار، هنا خسرت 5 دولار، وهنا ربحت يعني 16 دولار، 9 دولار، وربحت كذلك 64 دولار. على العموم كان ممكن الاستفادة أكبر من هذا الزوج، يعني أنا فقط يعني أخبرتكم أن تقوموا يعني بعمل يعني هذه الصفقة أو بالدخول في هذه الصفقة، لأنها صفقة مربحة بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يريدون، يعني نظرا للتحليل التاريخي الذي قمنا بعمله، ونظرا اليابان لا تقوم بالاحتفال برأس السنة، لهذا يكون الزوج أقوى. أوكي، أو الين يكون أقوى من الدولار. على العموم يعني هذه هي وهذا هو الفيديو، يعني أحببت فقط أن أشارككم نتائج هذا الزوج، وإن شاء الله سوف نقوم بذكر لكم أو سنقوم بعمل لكم تحليلات أخرى حول أزواج أخرى، يعني مثل الذهب، مثل يعني الأوردو والجي بي بي USD والعديد من الأزواج التي سنقوم بتقديمها لكم في القناة. كذلك هناك الخدمات التي نقوم بتقديمها يمكن الرجوع إليها من خلال يعني الرابط الذي ستجده أسفل في صندوق الوصف، يعني رابط قناتنا على التليجرام، والتي من خلالها نقوم بتقديم توصيات مجانية نقوم بتقديمها، وكذلك هناك خدمات أخرى نقوم بتقديمها لكم. ففي حال كنت تريد الاستفادة منها، كل ما عليك فقط أن تقوم بالضغط على رابط أسفل الفيديو، وكذلك يعني
عمل يعني يعني أجواء أو حتى يعني الدخول إلى هذه المجموعة من أجل متابعتنا على مجموعتنا على تيليجرام بالطبع. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.